بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. زكريا، كيف حالك؟ بخير. أريدك أن تلقي الخطبة التي ألقيتها علي في المركز الإسلامي. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أسأل الله أن يجعلك صالحا مصلحا وأن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله أن يبارك في أبناء المسلمين وأن يصلحهم وأن يبارك فيهم جميعا. أيوة تمام، أحسنت يا زكريا. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقولي خطبة ولا إيه؟ أنا أحبك في الله، أنا في بلجيكا، مرحبا بك في بلجيكا، وأنا أحبك في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. وأنا الله أكبر، وأنا أحبك في الله، وأبنائي الصغار اللي مثلك يحبونك في الله. فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على